أنا تيمور الموج، شخص مجنون أكل. راح أخذكم بجولة على مطاعم مختلفة لنتعرف فيها على أطباق جديدة من تحت إيدين شفات متميزين، حتى نجاوبكم على السؤال اللي دائما بحيرنا، وين روحنا؟ خليكم معي برنامج شفنا. اليوم إحنا بمطعم سنترو، مطعم كثير عريق فاتح من 2004، وشيف أحمد شيف صاحب لإلي راح يورجينا اليوم كيف راح يعمل أطباق قوية جدا ومعروف عنها بهذا المطعم. خليكم معنا نشوف إيش فيه محضرنا شيف أحمد جوا. دخلت على مطعم سنترو بفترة الغداء لأنه هاي الفترة بالنسبة لي هي أحلى فترة، هي فترة المعركة جوا المطبخ، لأنه هذا المطعم بوسع على 170 شخص وبقدم وجبات فطور وغداء وعشاء. طيب أنا هلا مع الشيف أحمد بالبيكري اللي هو المخبز. زي ما أنا حكيت هذا المطعم بيعمل كل إشي من الصفر، فمن الشغلات اللي بيعملها هو الخبز، زي مثلا بيعمل الفرنش باجيت، بيعمل مالتي جرين اللي هو حبوب عدة حبوب بالشباتة، طبعا الفرنش باجيت. طبعا شيف أحمد معنا اليوم راح يورجينا بالضبط كيف بيعمل خبز البرجر من الصفر. يلا احكي لنا شيف ايش في عندك انت هون. بدنا نعمل خبز البرجر اليوم. حلو، بدنا نبلش بالعجينة. اوكي، ناخذ الطحين، سكر، ملح، محسن، خميرة، زبدة، حليب. كل عجينة ولها التكنيك تبعها، طبعا خبز البرجر له تكنيكه الخاص فيه. هاي جهزت من الخمارة، بدنا نرفعها على الفرن 25 دقيقة. حلو، قد ايه درجة حرارة الفرن؟ على 200. 200، يا سلام. البريسكي زي ما انت عارف هي قطعة من أسفل العجل، وهاي القطعة بتحمل 60% من وزن العجل. حلو، هاي التتبيلة ثومي بودرة، بصل بودرة، سيلري سيد، تشيلي باودر، بابريكا، ماسترد باودر، براون شوغر، سكر بني، سكر بني، وهي السيلري سيد. حلو، ندهنها بالباربيكيو. طيب هلا شوف شو بدنا نعمل فيها، هاي وين تروح فيها؟ هاي بدنا نشويها على برا سموكر. على السموكر. طيب يلا خلينا نطلع على السموكر. هاي السموكر ماشين. هلا في ماكينات بنحط الحطب. بنحط الحطب. حلو، يا سلام. ندخل من هون للدخان، بنحط مي تحته، مي عشان البخار، عشان البخار. حلو، وبنحطها 12 ساعة وبتسكر عليها. وبنسكر عليها. حلو، بهاي الطريقة عشانها لحمة كثير جامدة. بالضبط، طريقة الطبخ بتطول 12 ساعة. نعم. طيب ماشي، هلا بنطلع نشوفها فوق 100%. عندك واحدة جاهزة، انك انت عملت واحدة من امبارح. من امبارح خلص. يلا اوكي، يلا شوف. وانت بتستعملوا هنا بعرف انه اجود انواع اللحوم، هاي اللحمه اللي هي لحمه الواجيو. الواجيو، لحمه الواجيو هي لحمه يابانيه. نعم. ورجينا ايش بدك تعمل فيها. هاي زي ما انتم شايفين توب سايد واجيو، بدنا نعمل فيها برجر. حلو فيها انه دهن برضه منه. زي ما انتم شايفين الواجيو الحلو فيه انه دهنته منه فيه. ليش وزنها شيف؟ احنا 200 جرام نعمل وزن. 200 جرام. تيمون زي ما انت شايف هاي البريسكت جهزت. ويلي.
شايف هذا اللون الاحمرار، هذا لون السموكر. كيف تعمل السموك؟ معقول. الصوص تبع البريسكت تيمور اللي هو سموكت باربيكيو وعسل وبراون شوغر. هذا انت بتعمله عندك؟ انا بعمله عندك، هو من الصفر. من الصفر. لما شفت منظر البريسكت طبعا ما قدرت امسك حالي، صفيت انا العامل البريسكت بايدي. كل اشي حطيته انت باللحمه من بهارات قادر ادوبه تستطعمها؟ مش معقول. هاي البقر اللي عملناها تحت هلا بدنا نشويها. حلو. ملح؟ ملح. هاي الواجو، واجو برجر مشروم، عليها طبعا بيف بيكن، وعليها برجر يا شباب سويس تشيز، ولا نقصها بالنص النوكل. برجر قوي يعني، زي ما حكيت كل إشي عم تعمله هون من صفر. مطعم اكثر من رائع، شيف اكثر من رائع. شكرا شيف عمول لاستضافتك لي. تسلم. بشوفكم المره الجايه بحلقه جديده بمطعم جديد باكله جديده. باي باي.